بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى على كل حال صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الصحب والآل رضي الله عمن سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم وارض عنا وأكرمنا معهم يا رب العالمين. صحابي اليوم اسم مشهور بين الصحابة من فضلائهم وكبرائهم، كان من المعذبين في الله تعالى، وكذا كان من السابقين إلى قبول الدعوة الحق. إنه صهيب بن سنان الرومي القاسطي النمري، الصحابي الجليل العربي. قال: كيف يجتمع أنه رومي وعربي في آن واحد؟ صهيب بن سنان رضي الله عنه من فضلاء الصحابة وكرامهم، رجل من العرب من بني النمر بن قاسط، وهم قبيلة عربية كانت تسكن أطراف الجزيرة العربية من الجهة الشرقية. بعض أجداده انطلق إلى ضفة نهر الفرات ودجلة، يعني قريبا من شط العرب في العراق اليوم، فسكن هناك. وكان أجداده ذوي مكانة، بنو النمر بن قاسط وهم من العرب الأصحاح كما يقال، كانوا ذوي مكانة ومنزلة، وحالفوا في بعض أوقاتهم الفرس. فدخل بعض أجداد هذا الرجل، أعني صهيب بن سنان رضي الله عنه، في خدمة كسرى، فولاه كسرى على منطقة تدعى الأبلة، تقع قريبا من شط العرب اليوم في العراق. وكانت الأبلة منطقة جميلة كثيرة الثمار والأشجار. فتولى أحد أجداد صهيب بن سنان رضي الله عنه إدارة تلك المنطقة، لكنه كتابع لكسرى ملك فارس، وأقام على ذلك الجد ومن بعده، إلى أن كان الأمر إلى أبي صهيب، يعني إلى سنان، والد صهيب رضي الله عنه يدعى سنانا. فأقام أيضا أميرا على تلك الجهات، وكان بين الروم والفرس عداء قديم، ففي كل فترة يغير أحد الطرفين على الآخر. أغارت الروم على الفرس في ذلك المكان، وقتلوا عددا منهم ومن التابعين لهم. وكان كما قلنا أبو صهيب رضي الله عنه وأجداده تحت الفرس، تحت حكمهم وتابعين لهم في إدارة شؤون تلك البلاد. فانتصر الروم عليهم وأسروا منهم عددا كبيرا، وسبوا عددا كبيرا من النساء والأطفال، وكان في من أسر وسبي صهيب بن سنان. كان طفلا صغيرا، لعله في السابعة أو الثامنة من عمره. نشأته كانت نشأة نعيم، أبوه وأجداده كانوا ذوي مكان في ذلك المكان في الأبلة، كان يعيش عيشة فيها شيء من الترف لمكانة أبيه وجده. الآن في لحظة واحدة يؤسر، يؤخذ سبيا، يتحول إلى رقيق يمضى به إلى بلاد الروم. وبلاد الروم أحبتي في ذلك العصر كانت تبدأ من بلادنا بلاد الشام، وتستمر إلى تركيا، إلى أقاصيها، إلى روما. كل هذا كان يسمى بلاد الروم. فأقام مدة من الزمان ببلاد الروم، وبما أنه كان صغيرا فإنه تأثرت ألفاظه وكلماته بمعاشرته للروم، فصارت لغته العربية فيها شيء من الركاكة وشيء من اللحن أحيانا، صار ألكن كما يسميه العرب. والألكن الذي قد يلفظ بعض الأحرف يعني أحيانا خطأ بسبب معاشرته وطول سكناه ومكثه بأرض الروم. جمع إلى ذلك صهيب رضي الله عنه أنه كان جميلا وشعره أحمر شديد الصهوبة، يعني شديد الاحمرار، فمن يراه يقول: ما هذا إلا رومي. معلوم أن الروم يعني إلى اليوم كما نقول الغربيون معظمهم فيهم الشعر الأشقر والأحمر وما إلى ذلك. شاء الله تعالى أن يكون صهيب رضي الله عنه جميلا
أبيض اللون أحمر الشعر شديد احمراره، وثانيا أن يؤسر فيؤخذ إلى أرض الروم، فمنها هنا كني بالرومي، صار يقال له صهيب الرومي، وإنما هو ليس رومي كما قلنا، هو عربي من بني النمر بن قاصد، وهذا ما جرى له في أول حياته، فإنما لقب بالرومي بسبب أسره وسكنه في أرض الروم، وكذا قال بعض أهل العلم بسبب منظره على قول بعض أهل العلم الذي يشبه الروم من كونه جميل الصورة وذا شعر أحمر. أسر ومكث بأرض الروم مدة من حياته، ثم إن الروم باعوها، فاشتراه رجل من قبيلة كلب العربية الشهيرة التي أشرنا إليها في قصة الليلة النصف من شعبان، حينما قلنا يغفر الله تعالى لأكثر من شعور غنم كلب، كانت قبيلة شهيرة بكثرة المال والأغنام. اشترى صهيبا رجل من قبيلة كلب وجاء به إلى بلاده، إلى ديار قومه، ثم لم يمكث عنده إلا قليلا حتى أخذه الرجل الكلبي فانطلق به إلى مكة. مكة كانت محور جزيرة العرب ومركزها الأول، فباعه الرجل الكلبي هناك، فاشتراه رجل من سادة مكة يدعى عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان هذا يا أيها الأحبة لم يدرك الإسلام، ولكنه كان رجلا مشهورا جدا في الجاهلية، كان رجلا كريما، كان عنده الطعام والشراب واللباس يعطيه للناس بالكثرة، ينفق ويتصدق، كان عنده من الأطعمة ومن الأوعية وعاء يحمله بضعة رجال، قصعة كبيرة جدا يحملها أربعة أو خمسة رجال ويضعونها على صخرات ويشعلون تحتها النار ويطبخون عليها الطعام، فإذا نضج الطعام قال للناس هلموا، نحن في المشتات ندعو الجفل، لا ترى الآديب فينا ينتقر، هكذا كان يقول بعض العرب، يعني نحن في وقت الشتاء ندعو الناس جميعا، ما نقول تفضل أنت قرايبي أو جاري، كل الناس تفضلوا إلى الطعام، لا ترى الآدب أي الداعي إلى طعامه فينا ينتقر، يعني يختار فلان أو فلان، تعالوا كلكم. والكرم خلق جميل، ولكنه إذا لم يكن مرتبطا ومعلقا بأصل الدين فإنه لن يكون له ذلك الأجر يوم القيامة، بل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ليس إلى ما عملوا من عمل شر، فما عملوا من عمل شر سيحاسبون عليه، أما ما عملوا من عمل خير من؟ غير المسلمين. متى؟ يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل خير يعني يوم القيامة فجعلناه هباء منثورا. قال إذا أعوذ بالله، الله ظلمهم، حاشا لله. قال إيه، الله تعالى لم يعطيهم ثواب عملهم؟ أقول نعم، في الآخرة أعطاه ثوابهم في الدنيا. هذا الرجل الآن لا بأس أن نذكر، وإن كان ليس هو أصل القصة، لكن تعلق صهيب به وفائدته الفكرة من هذه القصة فكرة مهمة ينتفع بها الناس بإذن الله. هذا الرجل سألت عنه السيدة عائشة عبد الله بن جدعان الذي اشترى صهيبا، سألت عنه السيدة عائشة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقالت يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام، يفعل الخير، أما له من أجر يوم القيامة؟ قال له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا أمر موجود في كل عصر وزمان، ترى إنسانا نصرانيا يهوديا مجوسيا ملحدا لا دين له، لا يعرف شيئا، لكنه يفعل الخير مع الناس، الله تعالى يكافئه عليه في الدنيا. ماذا يطلب هذا الإنسان؟ يطلب الشهرة. حاتم طائي ماذا كان يقصد؟ أن يقصده الناس من أقصى البلاد ليعطيهم ثيابه إن لم يكن عنده شيء، لكن لما؟ حاتم طائي ما في مثله، هذا الذي يريده يعطيه الله إياه. تريد الشهرة؟ خذها إلى أقصى الدرجات، يوم القيامة أعود فأقول قدمنا، انتهى وضعك.
أنت تريد الدنيا أعطيتك إياها، تريد الشهرة خذها، تريد العزة والجاه خذ، تريد الآخرة. هو في الأصل لا يؤمن بالآخرة، لأنه كثير من الناس تختلط عليه الأمور. الله عادل قطعا، الله لا يظلم الناس شيئا قطعا، لماذا لا يعطيهم الثواب يوم القيامة؟ لأنهم في الأصل لا يؤمنون بيوم القيامة، لا يعتقدون أصلا بيوم القيامة، يطلبون الدنيا ومظاهرها، وإن كان طلبهم بفعل الخير، ولكن لا يقصدون الخير للخير، وإنما لمظاهر الدنيا. ثانيا، هم في الأصل ممن يطلبون هذا من الناس، لا يطلبونه أصلا من الله عز وجل، فالله تعالى لا يأبه بهم، هو يطلب هذا المثوبة ورد الجميل من الناس، فخذه من الناس. عبد الله بن جدعان وقع تحت يده صهيب، سمع إليه: من أين أنت يا بني؟ كذا كذا كذا، هكذا جرى لك؟ نعم، اذهب أنت حر، حرر. فعاش صهيب رضي الله عنه بمكة، ولكنه كان فقيرا، كان كما قلنا عبدا ثم حرر، فصار يشتغل أجيرا عند فلان وفلان من هاهنا إلى هاهنا. ويكرم الله تعالى هذه الدنيا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأذن رب العالمين لنبيه بالدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، فيبدأ بنشر هذا الدين الحنيف بين الناس، ويستمع الناس إلى هذه الدعوة الجديدة بأرض مكة، فتتلقفها آذانهم، وتقع موقعا عظيما أولا في قلوب الفقراء والمستضعفين. كل دعوات الأنبياء تقع أولا في نفوس الفقراء والمستضعفين. قال لما؟ معلوم السبب، كلكم يعرفون. الغني يريد أحدا أن يقول له هذا حرام؟ هو ليش غني عند أكثر الناس؟ لماذا يأخذ المال؟ كي يتمتع بكل شيء. لا تقل لي حلال وحرام، أريد كل شيء أنا في الدنيا، معي مال، أزني، أسرق، أقتل، أغتصب، أفعل ما شئت، أنا سيد هذه الدنيا والعياذ بالله. هكذا منطق كثير من الأغنياء من المسلمين وغير المسلمين. لذلك أكثر أتباع الأنبياء عبر العصور كلها، وأكثر أتباع الصالحين والصادقين هم الفقراء والمظلومون والمستضعفون. ما يجدون من ينصفهم، من يعينهم، من يخدمهم، من يكرمهم، من يعطيهم حقوقهم، إلا الدعوات الحقة، وهي دعوات الأنبياء. فيبتعد الظالمون والمجرمون وهكذا، يبتعدون عن دعوة الأنبياء إلا ما رحم الله. أول من كان يتبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم هم الفقراء، أعود فأقول إلا ما رحم الله، فأبو بكر رضي الله عنه من الأغنياء وهو أول المسلمين. فهذا لا يعني أن هذا عام تام، ولكنه كثير في الناس كون الفقراء يتبعون الأنبياء أولا. جاء سيدنا صهيب رضي الله عنه إلى الدار التي يدعو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، سأل: أين يجلس؟ قالوا له: في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه، وهو صحابي جليل من المهاجرين. انطلق إلى هذه الدار، فإذا به يلتقي برجل في طريقه، فيسلم عليه وهما يعرفان بعضهما البعض. ذاك شبيه له في ماذا؟ في الفقر والمسكنة، هو عمار بن ياسر رضي الله عنه. أين تذهب يا صهيب؟ قال: وأنت أين تذهب؟ قال: إلى هذا الرجل الذي يدعو بدعوة جديدة، أريد أن أسمع منه كلامه. ويصلان سوية إلى دار الأرقم، فيدخلان إلى رسول الله، فما إن يسمعا دعوته حتى يسلم الرجلان سوية رضي الله عنه. كانا قد أسلما سوية، ثم نالا بقدر الله عز وجل من البلاء شيئا كثيرا سوية أيضا. كان صهيب رضي الله عنه بعد أن أسلم، وعمار كذلك، من الذين عذبوا في سبيل الله تعذيبا شديدا. أيضا الأغنياء يا أيها الأحبة، وكثير من الظالمين، حينما يرون إنسانا لم يقبل منهم دعوتهم، يستخدمون سلطتهم ونفوذهم في التعدي على الفقراء والضعفاء. نظر أغنياء مكة
من أسلم ممن كانت له قرابة أو هو من نفس قريش، من قريش نفسها، كانوا يعني يؤذونه بالكلام بالألفاظ، أحيانا قد يضربونه لكن ضربا خفيفا أو كذا. أما الفقراء وأما البسطاء وأما الأجراء وأما الذين كانوا عبيدا، فهؤلاء هم مرمى حجر الأغنياء والظالمين من أهل مكة ممن بقوا على الكفر. يأتون بصهيب رضي الله عنه ويجلدونه ويضربونه ويسبونه ويشتمونه ويؤذونه بأنواع الإذايات، وكذا أنواع المستضعفين بأرض مكة من الفقراء. أوذي سيدنا صهيب في سبيل الله إيذاء شديدا، ومرت الأيام عليه وهو لا يستطيع أن ينفك من هذا الذي يتعرض له، إلى أن أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. لكن في هذه الفترة يؤذى صهيب رضي الله عنه، لكنه بالمقابل كان رجلا نشيطا، كان شابا وكان يحب العمل، وكان رجلا يشتغل بما تيسر له من أنواع الأعمال، يشتغل بالحدادة، يشتغل بغير ذلك. وبما أنه نشيط، إذا استطاع الانفكاك من عذابه الذي يعذب له، وقلنا أنه قد تخلص من الرق حينما اعتقه سيده عبد الله بن جدعان، نعم، كان يشتغل وتيسر له أثناء هذا العمل شيء من المال، فجمعه ووضعه في بيته. فلما أذن بالهجرة وهاجر المسلمون وهاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، أراد صهيب أن يهاجر، وجهز نفسه وحمل ما استطاع من متاع، وانطلق مهاجرا إلى الله تعالى إلى المدينة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من آخر المهاجرين إلى المدينة، هو وعلي رضي الله عنه. نعلم أن عليا تأخر لأنه نام في فراش رسول الله ورد الودائع إلى الناس ثم لحق به، وكذا صهيب تأخر، الله أعلم بالسبب. ينطلق الرجل خارجا من مكة، فيلحقه جماعة من قريش ويحيطون به. يا صهيب توقف توقف، ما لكم؟ قالوا جئتنا صعلوكا فقيرا لا مال لك. الصعلوك عند العرب هو الفقير في الأصل، ثم بعد ذلك قد تستعمل من سبيل الاستهانة، لكن أصل كلمة الصعلوك الفقير. جئتنا صعلوكا لا مال لك، والآن صرت من ذوي المال فينا، أتخرج إلى صاحبك بأرض يثرب بهذا المال الذي جمعته منا؟ إيش سرقه منكم؟ جهده وعمله. لكن أعود فأقول، هذا منهاج الظالمين في كل زمان ومكان. لماذا أنت عندك؟ ما شأنك أنت؟ أسرق مالك؟ أغشك؟ أكذب عليك؟ رزقني الله من فضله، ما شأنك أنت؟ ولكن هكذا الظالم يحسد يحقد، هكذا شأنهم على مر العصور. أتيتنا كذا، لابد لنا أن نأخذك ونردك إلى مكة. فقال يا معشر قريش، والله إنكم لتعلمون أنك أني من أرماكم يدا، وهذه كنانتي معي. الكنانة هي الجعبة، والجعبة الجعبة التي يوضع فيها السهام، توضع فيها السهام. قال هذه كنانتي معي، والله لا يقربني رجل منكم إلا وضعت سهما في صدره أرجو، حتى إذا فرغت جعبتي حملت سيفي فلم أزل أقاتلكم حتى أقتل، ثم بعد ذلك خذوا ما شئتم، أهذا خير لكم؟ تربوا علي بقتل منكم 10 بالسهام، ثم أقتل منكم 3-4 بالسيف، وبعد ذلك خذوا، تسرون أن يقتل منكم 10 أو 20؟ فكروا سكتوا. قال أولا أدلكم على خير من هذا؟ قالوا قل. قال ارجعوا إلى بيتي فاحفروا تحت أسكفة الباب. الأسكفة هي العمود في مدخل الباب، عند المدخل اللي بنقول له الآن أو بلهجتنا العامية قديما العتبة. نعم، احفروا تحت أسكفة الباب، فإني قد وضعت أكثر مالي هناك، فخذوه ودعوني أهاجر إلى ربي.
فلم يقولوا له كلمة واحدة، قالوا أجل وتركوه ورجعوا إلى البيت. وانطلق الرجل مهاجرا، قال ولا كلمة واحدة؟ لا. قال إيش هذا؟ ما الذي جرى؟ كيف صدقوا؟ هو عدوهم وهم أعداؤه، كيف يصدقونه؟ قال يصدقونه. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن المسلمين صادقون وأن الإسلام دين الصدق، فإذا قال لهم كذلك فإنه سيصدق معهم. هم يعرفون هذا. قال لماذا لا يدخلون في الإسلام؟ ليش معظم الذين لا يدخلون في الإسلام؟ لأنهم لا يعرفون أن الإسلام دين حق. الله تعالى لم يقل يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكن أين القبول؟ كما قلت، أن تعرف الحق، أن لا تعرف الحق مصيبة، ولكن أن تعرفه ولا تتبعه، لعلنا البارحة وأول البارحة قلنا هذا، هذه أكبر المصائب. إنسان جاهل للحق مصيبة هذه، أما إنسان يعرف الحق ورغم ذلك لا يتبعه بل يعاديه، هذه أجل المصائب. هم يعرفون أن المسلمين صادقون، ينطلقون سريعا، يحفرون تحت أسكفة الباب، يجدون المال، يأخذونه، وهذا بغيتهم، يرجعون منصرفين. وينطلق الرجل مهاجرا إلى المدينة. كنية سيدنا صهيب رضي الله عنه أبو يحيى، ويقترب من المدينة رويدا رويدا. قلنا إنه هاجر بعد الهجرة النبوية بقليل، فلما اقترب من المدينة ووصل إلى أبوابها إذا به يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله من بعيد ناداه، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. قالوا وأنزل الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري عند العرب شرى باع، واشترى اشترى، شرى باع. ومن الناس من يشري أي يبيع. سيدنا صهيب باع نفسه لله وباع ماله لله، الله سبحانه وتعالى قبله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، حدثه رسول الله أن الله قد قبل منه وقال له ربح البيع أبا يحيى. يمكث صهيب في المدينة رضي الله تعالى عنه، فيحدث عن نفسه كيف صنع في المدينة. يقول كما أخرج أبو نعيم في الحلية وغيره، يقول والله ما من مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من معركة، ولا من شأن من شؤونه، إلا كنت معه عن يمينه أو شماله أو من أمامه أو من خلفه، لم أتخلف عنه قط. الرجل وضع نفسه في خدمة الإسلام، سخر طاقاته لطاعة الله عز وجل، وهكذا كان رضي الله تعالى عنه. بعد أن أكرمه الله تعالى بأن ينفق ماله كله في سبيل الله، ويأخذه المشركون ويتركونه، يخلون سبيله ليهاجر إلى الله تعالى، وهذه قضية عظيمة، بذل المال في سبيل الله. الآن يبذل نفسه في كل الغزوات والمعارك، هو من السباقين، بذل المال، بذل النفس الآن. حتى إذا توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة بعده أبو بكر رضي الله عنه، لا بأس أن نقول إنه روي بإسناد ضعيف قبل أن نختم حياة سيدنا صهيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى بإسناد ضعيف أن صهيبا رضي الله عنه رمد يوما. الرمد أن تصاب العين ببعض البثرات، يعني بطلع حبايات على الجفون. قال رمد يوما وجاءوه بتمر، ومر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يأكل التمر، فأراد أن يداعبه، فقال يا صهيب إحدى عينيه قد رمدت والثانية لم ترمد. فقال يا صهيب أتأكل التمر وأنت أرمد؟ إيش هذا؟ تأكل التمر وأنت أرمد؟ قال يا نبي الله إنما أكله بعيني الصحيحة. رضي الله عنه كان لطيشا، إنما أكله بعيني الصحيحة، أنظر إليه بالسليمة ثم أكله. لما توفي سيدنا رسول الله وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه،
كان صهيب أيضا قد سخر طاقاته في طاعة الله، فجاهد مع الذين قاتلوا المرتدين. ويتولى الخلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وكان يحب صهيبا. مر يوما عمر في زمان خلافته فرأى صهيبا فأراد أن يزوره، فاقترب منه وسلم عليه، فاستضافه صهيب في بيته. فجعل صهيب ينادي: يا ناس يحناس. قال: يا ناس يحناس. تمهل قليلا. فقال عمر رضي الله عنه لخادمه أسلم: ما بال صهيب يدعو الناس؟ اشبع بسيح للناس. فقال: لا يا أمير المؤمنين، إنه لا يدعو الناس، وإنما يدعو خادمه يحنس. وكان خادمه أيضا أعجميا ليس بعربي، هكذا اسمه. قال: إيش صهيب؟ لماذا إذن يقول؟ قدمت لكم ماذا في لسانه؟ لكنة. هذه اللكنة أثرت على نطقه منذ أن كان يعيش بأرض الروم، فكان أحيانا لا يلفظ الكلمة بشكل صحيح. فقال: ما له يدعو الناس؟ قال: لا، إنما يدعو خادمه يحنس ليقدم لك يعني الضيافة والطعام وكذا. فقال له ما عمر رضي الله عنه أيضا من باب الملاطفة: أعيب عليك يا صهيب، من باب الملاطفة يقول، أنك ألكن، وأنك تقول إنك عربي وأنت لا تحسن العربية، وأنك تكنى بأبي يحيى، وكانت التكنية يعني تسمية الآباء لأبنائهم بأسماء الأنبياء قليلة في الصحابة، وأنك تعطي من هذا المال عطاء عجيبا. هذه أشياء أنا أنتقدها عليك، أجدك تفعلها، ما هذا؟ فقال: أما لكنتي يا أمير المؤمنين وانتسابي إلى العرب، فإني عربي من النمر بن قاصد. وحكى له قصته: سباني الروم لما كنت صغيرا، فكنت معهم فجاءتني اللكنة منهم، ولذا لقبوني بالرومي، وإنما أنا عربي. وأما أني أكنى بأبي يحيى، وقلت إن هذه الكنية تسمية الآباء لأبنائهم بأسماء الأنبياء زكريا يحيى كذا عيسى كانت قليلة في الصحابة، قال: فقد كناني بذلك رسول الله، هو قال لي ربح البيوابة يحيى. أما الثالثة كان ما يأتيه من العطاء ينفقه، كان كريما جدا، وقد أشرنا أنه قدم ماله في سبيل الله ليهاجر. قال: وأراك تضع. قال: يا أمير المؤمنين، إنما أقدم هذا المال ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتبسم له عمر رضي الله عنه. حتى إذا طعن عمر رضي الله عنه دعا بالناس ووكل للخلافة أن يختار الصحابة منهم 6 أشخاص، وقال لهم، وقد طعن إذا كنتم تذكرون بعد طعنته بقي ما يقرب من 3 أيام ثم استشهد من جراء الطعنة رضي الله عنه، قال لهم: يصلي بكم صهيب بن سنان إلى أن تخلفوا عليكم. الآن أنا جريح ما أستطيع الخروج، إلى أن تلتقوا خليفة بين 6 أصحاب الشورى. نعم، يصلي بكم صهيب بن سنان. ويدخل صهيب رضي الله عنه على عمر فيراه على هذه الحال فيبكي ويرتفع صوته بالبكاء. وكان عمر رضي الله عنه من آلام جراحه التي أصابت قد أغمي عليه، فلما يسمع صوت بكاء صهيب ونشيجه العالي ارتفع صوته، يستيقظ عمر فيرى صهيبا يبكي. قال: يا صهيب، أتنوح علي؟ وقد علمت أن رسول الله نهى عن النواح. النواح وشدة رفع الصوت بالبكاء، وعند النساء يلطمن وجوههن ويعددن وكذا وكذا. فقال: ما أفعل يا أمير المؤمنين؟ إنما أعلم أن الله تعالى قد أعز الإسلام بك وأنت أخي في الله تعالى، فأحزن على فقدك. ما أنوح؟ فسكت عمر رضي الله تعالى. ويعيش سيدنا صهيب بعدها، بعد أن صلى بالناس وتولى خلافة سيدنا عثمان،
بالمدينة في خلافة سيدنا عثمان، ثم في بداية خلافة سيدنا علي رضي الله عنه، إلى أن يأتي العام 38 لينتقل إلى جوار الله عز وجل راضيا مرضيا. أسأل الله لي ولكم أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيك خير.